لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في قول صاحب المنازل: وإنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: بقصر الأمل والتأمل في القرآن، وقلة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله، والشبع والمنام. قلة الخلطة، قلة التمني، قلة التعلق بغير الله، قلة الشبع، قلة المنام. قال بعد أن ذكر المسألة الأولى وهي قصر الأمل، وذلك بتيقن زوال الدنيا وتيقن لقاء الآخرة وبقائها ودوامها. قال: فصل. وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، كما أن الجسم له عين يبصر بها، فللقلب بصيرة يبصر بها، شبهها بناظر يعني الجسد وهو العين. فعين القلب أن يحدق بها، أن يركز الفكر في بقلبه في معاني القرآن، ويستحضر هذه المعاني كأنه في مشاهد يعني ما ذكره القرآن، يحضر قلبه فيها ويحدق قلبه، بمعنى يركز، بمعنى يفكر كثيرا في معاني القرآن، لا يمرر كلمة إلا وهو يعلم معناها، ويفكر في الموقف كله والجملة كلها. وهذا هو التأمل المقصود. يقول: فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا دليل على أن القلب الذي لا يتدبر القرآن قلب مقفل مغلق، عليه قفل لا يدخل إليه الخير. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الحسن: نزل القرآن ليتدبر به ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، يعني عملا يتكسبون به في الدنيا، مجرد القراءة بلا فهم ولا تدبر جعلوا يعني كسب الإنسان أنه ماذا يصنع، ماذا يتكسب، قارئ. فهذا الذي أنكره الحسن رحمه الله تعالى، وهذا دليل على يعني لزوم تدبر القرآن. هذه الأدلة تدل على لزوم تدبر القرآن. قال: فليس شيء أنفع للعبد، فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع في وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها، وعلى طرقاتهما وأسبابهما، طرقات الخير والشر وأسبابهما وغايتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة. تله في يده يعني وضعه في يده، تتل في يده، تضع في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه،
وتحضره بين الأمم وتريه أيام الله فيهم وتبصره مواقع العبر وتشهده عدل الله وفضله وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه وصراطه المستقيم وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه وقواطع الطريق وآفاتها وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه، وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى ما يدعو إليه الشيطان والطريق الموصلة إليه وما للمستجيبين لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها، تخبره عن أهوال القيامة. آيات القرآن تخبره عن أهوال القيامة، تخبره عن الحساب والحشر والمرور على الصراط وحال أهل الجنة وحال أهل النار. يقول وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها. وقد ذكرنا هل المطلوب أن يغيب الإنسان عن الدنيا؟ المطلوب أن يصغرها، والمطلوب أن تكون حقيرة في قلبه فتهون عليه، يهون عليه عزها وذلها فلا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، يهون عليه الغنى فيها والفقر ويرى عافيتها متضمنة للبلاء ويرى بلاءها فيه أنواع الرحمة والسعة وهكذا. فتغيبه عن الدنيا يعني عن موازين أهل الدنيا، وليس أنه ينبغي أن يغيب الإنسان عن الدنيا بحيث لا يعرف مثلا ما يدور حوله كيف، وهو مطالب بأكل الحلال وتجنب الحرام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكيف لا يعرف الدنيا. لكن ليس هذا هو المقصد، المقصد أن موازين أهل الدنيا الذين عظموا التافه الحقير وصغروا العظيم الذي هو عند الله عز وجل عظيم هان عليهم وصور في عيونهم، فهذا الذي يغيب عنه الإنسان، بحيث أنهم لو فرحوا فرحا عظيما بشيء تافه هو يغيب عن هذا فيحصل له ذلك الأمر مثلا ولا يفرح به ويحزنون حزنا شديدا على فوات شيء، فهو يسابق إلى الآخرة لا يأسى على ما فاته من الدنيا ولا يفرح بما أتاه الله منها. يتغيبه عن الدنيا عن موازين أهلها، عن طريقة أهلها، عن استغراقهم فيها، تغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها، وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم، في كل ما اختلف فيه الناس في مسائل الإيمان، في مسائل الأحكام والأعمال والحلال والحرام، في مسائل منازل القلوب وأحوالها، في أمور الحياة كلها للفرد والجماعة. تريه الحق حقا وتريه الباطل باطلا، وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، وعلى الإيمان بالرسل وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم والتعريف بحقوقهم وحقوق مرسلهم سبحانه،
وعلى الإيمان بملائكته وهم رسله في خلقه وأمره، يعني الذين يرسلهم الله بأمر من أمور الخلق أو بأمر من أمور الشرع والأمر، فيأمرهم الله بأن يصنعوا أشياء في العالم، فهناك ملك موكل بالجنين، ملك موكل بنفخ الروح، ملك موكل بالقطر، وهكذا. هذا في خلقه وفي أمره، في خلق يعني فيما يخلقه الله في العالم، وفي أمره رسل الله الذين يبلغون شرع الله كجبريل يبلغ القرآن، وهم رسله في خلقه وأمره وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته. وما كما قال تعالى فالمدبرات أمرا، وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي، وما يختص بالنوع الإنساني منهم، هناك ملائكة أعمالهم مختصة بنوع الإنسان كالذي يكتب أعماله عن يمينه وعن شماله، وكالذي يقبض روحه، والذي يحفظه من بين يديه ومن خلف المعقبات، والذين تتبعون حلق الذكر ونحو ذلك. يقول وما يختص بالنوع الإنساني منهم من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدم عليه. ودائرة معاني القرآن على الإيمان باليوم الآخر، وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد وتنغيص، وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح، وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه، وعلى تفاصيل الأمر والنهي. يبقى إذن ذكر هنا أن معاني القرآن دائرة تبين ماذا؟ تبين أصول الإيمان الستة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وتتضمن بعد ذلك تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدر والحلال والحرام والمواعظ والعبر والقصص والأمثال والأسباب والحكم والمبادئ والغايات في خلقه وأمره، تفاصيل الأمر والنهي، تفاصيل التشريعات في العبادات، في المعاملات، في الزواج، في الطلاق، في الجهاد، في كل أنواع المعاملات للفرد وللجماعة. الشرع والقدر، إثبات الشرع، فيه إثبات الشرع والإيمان بالقدر والعلاقة بينهما، وبيان حكم الله فيما قدر مما وافق الشرع ومما خالفه، فإثبات الحكمة، وكذلك الحلال والحرام، تفاصيل الحلال والحرام داخلة في الأمر والنهي، والمواعظ والعبر، كيف يتدبر الإنسان ما وقع لمن سبقه ويعتبر بما يراه أمامه ويتعظ بمواعظ القرآن، والقصص، قصص الأنبياء، قصص الصالحين، قصص الظالمين، والأمثال، أمثال القرآن المتعددة التي توضح الأمور على أكمل صورة، والأسباب، أسباب الأشياء التي يشرعها الله عز وجل، لماذا شرع كذا، وحكمة تشريع هذا الأمر الفلاني، وأسباب تقدير أمور معينة، أسباب لماذا خلق الله الخلق، ما الحكمة من إيجادهم، لماذا قدر الله مثلا البلاء على الإنسان، وهكذا الأسباب والحكم والمبادئ والغايات، يعني يذكر مبدأ شيء معين كيف ينتهي، على سبيل مبدأ البغي كيف نهايته، مبدأ البغي يعني إذا بداية الأمر، بداية من بغى تكون في انتشاء مثلا وسلطة وقوة وظلم للعباد، نهاية ذلك إلى خسف وذل وهوان، وهذا إنما يلحظه من تدبر القرآن، وسوف يرى في حياته أمثلة لذلك، كما أن الله قص علينا قصص من قبلنا، فهو يذكر مثلا بدايات دعوة الرسل في أنه يستجيب لهم الضعفاء ويصيبهم في ذلك البلاء، ثم تكون نهايات الأمر وغايات الأمر الانتصار التام للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولأتباعهم، فحتى لا يغتر الإنسان بالمبادئ وينسى الغايات، المبادئ بدايات الأمور يعني، مش المبادئ باصطلاحنا المعاصر، حتى لا يغتر الإنسان مثلا بسطوة الظلم وقوة الطغيان
وانتفاش الكفر. كثير من الناس يغتر بذلك لأنه لم ينظر إلى النهايات، ولذلك يدخل في زمرة المجرمين والظالمين وأحيانا الكافرين لأنه لم ينظر إلى النهايات. لو تدبر القرآن لأرشده القرآن إلى نهايات وغايات هذه البدايات. وهكذا يقول في خلقه وأمره، يعني فيما يخلقه الله عز وجل وفي من أقام شرعه أو في من خلف شرعه. وهكذا يقول: فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. تضمر تشبيه يعني حال الإنسان بالفرس الذي يضمر ليستطيع تحمل السفر الطويل، يوضع في مكان حار ويمنع عنه بعض أنواع الطعام حتى تضمر بطنه ويستطيع السفر مسافات طويلة، ويستطيع كذلك الفر والكر في القتال بسرعة. وأما الفرس ذو البطن المنتفخ المترهل فإنها لا تستطيع الحركة بسهولة. فالمقصود من ذلك أنها تحثه على التقلل من الدنيا ليتحمل يعني أعباء السفر إلى الله عز وجل، وأن يكون مستعدا للبذل والتضحية من هذه الدنيا في سبيل الله وفي سبيل القرب من الله عز وجل. وتحثه على التضمر والتخفف، تخفف من أحمال الدنيا وأثقالها للقاء اليوم الثقيل، وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل، وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل، وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل، وتبصره بحدود الحلال والحرام، وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل، وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل، عن الزيغ والميل والتحويل عن الحق، وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل، وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل، وتناديه كلما فترت عزماته وونى في سيره، كلما فترت عزماته ضعفت قواه وعزيمته على السير على الطاعة، عندما يجد نفسه ضعفا في طاعة الله عز وجل آيات القرآن معاني القرآن تناديه حتى تقوي عزمته مرة أخرى. وأنا في سيره قال الله عز وجل لموسى وهارون: ولا تنيا في ذكري، لا تفترى عن ذكري. فإذا وأنا في سيره يعني ضعف في سيره وتأخر وأصابه الفتور والكسل. السير هنا السير الحسي إلى الله عز وجل، بمعنى أنه يتقرب إلى الله على الدوام، فإذا ونا في سير تقل تقربه نادته آيات القرآن معاني القرآن: تقدم الركب وفاتك الدليل، فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل. تناديه أن تقدم الركب، ركب الصالحين مضى، قد سبقوك إلى الله عز وجل، أدرك نفسك. فاتك الدليل يعني القائد، أنت ابتعدت كثيرا، ربما تتوه في الطريق، احذر، لأن الدليل الخبير بالطريق لابد أن تكون قريبا منه، لابد أن تتبعه، لابد أن تكون قريبا من السنة، لابد أن تكون قريبا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطريقته وهديه، وإلا فإنك إذا ابتعدت عنه تهت في طريق سيرك، واحترت ولم تعرف كيف تتوجه، لأنك تأخرت كثيرا عن اللحاق بهم في العلم والعمل. عندما تترك متابعة الكتاب والسنة وطريقة سلف الأمة فإنهم يسبقونك بمراحل ربما لا تستطيع بعدها أن تدركهم ولا أن تلحق بهم. لذلك كلما فترت العزمات، كلما ضعف السير، نادت معاني القرآن قلب الإنسان أنه قد تقدم الركب وفاتك الدليل، فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل. الحق بهم وارحل إليهم ولا تتركهم يبتعدوا مزيدا عنك.
وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل. تحدو به الحداء الذي هو للإبل يشجعها على السير. فمعاني القرآن تخفف عن نفس الإنسان متاعب الطريق، وكلما تدبر معاني القرآن هان عليه مصاعب، هانت عليه المصاعب وهانت عليه الآلام، ووجد فيها من أنواع الراحة والسكون ما يستمر به على السير رغم الآلام والمتاعب، رغم المشاق التي تعرض لها والتضحيات. فهي تحدو به، آيات القرآن تحدو به بمعنى تسهل عليه متاعب السير. تسير أمامه سير الدليل، تدله على طريق السابقين الذين يريد أن يلحق به من الأنبياء والصالحين. وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق نادته الحذر الحذر، فاعتصم بالله واستعن به وقل حسبي الله ونعم الوكيل. كمائن العدو الشيطان وأعوان الشيطان وجنود الشيطان تريد أن تقتنصه، تضله، تأسره في شهوات أو شبهات، في باطل ومنكر. فآيات القرآن تحذره من الشبهات، تبين له حقيقة الشبهة والرد عليها والعقيدة الصحيحة، وتبين له خطر الشهوات. فقطاع الطريق من أهل الشبهات والشهوات هي تحذره منهم، تقول له الحذر الحذر، فاعتصم بالله واستعن به حتى ينجيك من هؤلاء أصحاب الشبهات والشهوات، وقل حسبي الله ونعم الوكيل. وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد. وبالجملة فهو أعظم الكنوز، تلصمه الغوص بالفكر إلى قرار معانيه. وتشبيه يعني التلصم ده الخطة التي يوصل بها إليه، كانت الخطة الخفية، كنوز كثيرة جدا مدفونة، فالناس بيدوروا بتوع التمثيل مش حلو يعني، ان هو مش مناسب يعني، بيدوروا عليه بالطلاسم، يقولوا في طلسم موجود عليه كلام مجهول كده مش مفهوم، يقعدوا يتتبعوه يفكوا الطلسم يوصلوا لايه، لطريق الكنز. فبيقول هو اصلا القرآن الطريق الذي يوصل الى هذا الكنز هو التدبر. نزه فؤادك عن سوى روضاته، فرياضه حل لكل منزه. والفهم طلسم لكنز علومه، فاقصد إلى الطلسم تحظى بكنزه. لا تخش من بدع لهم وحوادث ما دمت في كنف الكتاب وحرزه. من كان حارسه الكتاب ودرعه لم يخش من طعن العدو ووخزه. الكتاب حارسه ازاي؟ اللي هو بيدافع عنه يعني. تشبيه أيضا، وليس أنه أن القرآن نفسه الله عز وجل الذي يحرسه بالقرآن ويحفظه بالقرآن، لكن المقصود أنه بالقرآن يدافع أعداءه. لا تخش من شبهاتهم واحمل إذا ما قبلتك بنصره وبعزه. والله ما هاب امرؤ شبهاتهم إلا لضعف القلب منه وعجزه. يا ويح تيس ضالع يبغي مسابقة الهزبر بعدوه وبجمزه. ودخان زبل يرتقي للشمس يستر عينها لما سرى في أزه. وجبان قلب أعزل قد رام يأسر فارسا شاكي السلاح بهزه. يقول يعني القرآن زي الشمس، يبقى دخان بتاع زبل بتاع أهل البدع والضلال بيعملوا دخان هيوقف نور الشمس؟ ده هو زبالة الأفكار بتاعة أهل البدع. ممكن توقف نور القرآن؟ لو واحد اكتمل في قلبه او رأى بقلبه نور القرآن، جبان اعزل لهم المبتدئين والضلال والمشركين، اجبن خلق الله واعزل ما معهمش سلاح، وحيقدروا من هم يأسروا شاكي السلاح اللي هو المؤمن الذي تسلح بالقرآن وتدبر القرآن. فصل. اما مفسدات القلب الخمسة فهي التي اشار اليها، من كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام. كثرة الخلطة بالخلق، إن الإنسان ليل نهار مع الناس، يتكلم معهم ولا يخلو بنفسه ولا يتدبر أحواله
ولا فرصة له في أن يراجع قلبه وإيمانه وأحواله ويغير ما حصل من نقص فيها. لكنه ليل نهار يعمل مع الناس فيظل ليل نهار يعمل للناس، يذر للناس ويأتي للناس. يعني إيه؟ الحاجة اللي يسيبها يسيبها عشان الناس ما يقولوش، ولا يعملها يعملها عشان الناس يقولوا، والعياذ بالله. الخلطة، كثرة الخلطة بالناس، لابد أن يكون الإنسان لحظات يخلو بها مع نفسه. التمني، أن الإنسان دائما يقارن بينه وبين غيره فيتطلع إلى المزيد في أي مما في أيدي الناس. اشمعنى أنا عايز يبقى عندي كذا، وأنا عايز زي فلان، وأنا عايز زي فلان، وهكذا. وده غالبا ما يكون في المال والجاه. التعلق بغير الله، التعلق بغير الله رغبة، التعلق بغير الله اعتمادا واستعانة. يريد غير الله عز، قلبه متعلق، محب جامد جدا لشخص معين ما يستغناش عنه أبدا، أو متعلق جامد جدا بمركز، يعني يعتبر ان هو لو ما وصلش للامر ده هتبقى مصيبه. ان عيال مثلا دلوقتي اللي هم في الثانويه العامه عمالين يعيطوا ليه؟ شده التعلق بالايه؟ لو ضاعت كليه الطب مثلا، ولو ضاعت المجموع الكبير، كل واحد عنده ايه؟ امل. لو ان هو، انا اقول لهمش ما يعملوش كده، ما يتعلق يعني، بس نقول ما تعلقوش قلوبهم، ذاكروا كويس، بس المهم ايه؟ ما يجعلش ان دي نهايه العالم. زي ما قلنا، واحد يعشق امرأة او امرأة تعشق رجل، وهكذا. لما الانسان يتعلق قلبه جدا بعشق او بمنصب واحد، حب الرئاسة تقتل الملوك والرؤساء ومن حولهم، وكل واحد متطلع ليه؟ انه يقرب شوي. يبقى كل، حتى اصغر جندي نفسه اللي من غير شريطة يبقى عمله انه ايه؟ الشريطة هي اعلى حاجة، واللي عنده شريطة يبقى ايه؟ شريطتين، واللي هو قرب من نجمة يبقى ده النجمة ده اعلى حاجة، واللي عنده نجمة بيفكر في يوم من الايام يبقى يحط نسر، واللي عنده نسر يفكر يحط ايه؟ سيفين. يعني هو ده اكتر حاجة، وهكذا. فالتعلق بغير الله رغبة، او التعلق بغير الله ايه؟ اعتمادا. يبقى اطمئنان ان فلان ده هو اللي موجود، يا لو مات فلان هعمل ايه؟ لو فلان ده ما وقفش جنبي هعمل ايه؟ لو الفلوس اللي موجودة دي ضاعت، لو الرصيد اللي في البنك ده مشي، لو ما عنديش الحاجة الفلانية اموت انا، هيحصل لي حاجة؟ لا، وهكذا. يبقى اعتماده على غير الله. ممكن تلاقي ابن معتمد على ابوه، اب معتمد على اولاده، واحد معتمد على وظيفته، واحد معتمد على رصيده في البنك، واحد معتمد على اعوانه وجنوده، الجنود والاعوان معتمدين على الرئيس والكبير بتاعهم، وهكذا. ما يتصوروش الحياه بدونها، فيظل القلب المتعلق بغير الله ده اعظم مفسد وقاطع طريق. الشبع، كثره الاكل، المنام. عشان كده شرع للتخلص من كثره الخلطه الايه؟ الاعتكاف. شرع لكثرة الخلطة، لعلاج كثرة الخلطة، الاعتكاف. ان هو الاعتكاف يكون انسان بعيدا عن الناس، وكذا وقت قيام الليل هو من العزلة عن الناس والتفكر وحدة. ولذلك ان افضل ما يكون من الصلاة بعد الفريضة ما يكون ايه؟ حيث لا يراه الناس، في جوف الليل الغابر، جوف الليل الغابر، لاجل ان يكون بعيدا عن الناس. كثرة التمني، يعالج كثرة التمني ب ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وان الانسان بل بالعكس يحاول يتخلص من فضول الاموال، ويتصدق بجاهه ونحو ذلك ينفع به الناس. وذم عنده، عند يعني عند المؤمن، ذم الشرع الحسد والتطلع الى من هو فوقه، وامره ان ينظر الى من هو دونه. التعلق بغير الله رغبة، بل يريد الله ورسوله والدار الآخرة. يريد من كان يرجو الله واليوم الآخر، شرع الإخلاص. والتعلق بغير الله اعتمادا وتوكلا، فأمرنا بتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. الشبع، شرع في ذلك الصيام حتى يتخلص الإنسان من كثرة الأكل والشرب. والجماع، الشهوة أيضا ينبغي أن تدخل في ذلك، بل هذا الأمر اللي هو الشهوة الجنسية من أعظم مفسدات القلب. يعني ممكن تعد عدة إيه؟ أمور أخرى، زي ما قلنا المال والشهوة الجنسية، طالما أدخل الشبع والمنام. والنوم، كثرة النوم والكسل، شرع قيام الليل، وشرع السهر في طلب العلم ونحو ذلك من العبادات، بشرط أن لا يقصر
في حق عينه وبدنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعينك عليك حق، لبدنك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق. يقول: فنذكر آثارها التي اشتركت فيها وما تميز به كل واحد منها. اعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، ويكشف عن طريق الحق ونهجه وآفات النفس والعمل وقطاع الطريق بنوره وحياته وقوته وصحته وعزمه وسلامة سمعه وبصره وغيبة الشواغل والقواطع عنه. يعني القلب هيعرف يوصل ازاي، يسير لربنا ازاي، يتقرب لربنا ازاي، يقترب من الوصول الى الجنة ازاي، يكشف طريق الحق بحيث لما الامور تختلف يعرف الحق من الباطل. وإلا فالاختلافات كتيرة جدا بين البشر وبين المسلمين والكفار وبين المسلمين وبعضهم وبين حتى المنتسبين إلى الحق، تلاقي ده يقول ده كده كده الصح وده يقول كده. وخصوصا عندما يضعف يعني نور القلب، كلما يضعف تمييز الإنسان، فالإنسان كيف يكشف عن طريق الحق ونهجه؟ إزاي يعرف عيوب نفسه وإزاي يعرف عيوب عمله عشان يتجنبها؟ إزاي يعرف إن ده قاطع طريق مش صديق؟ إزاي يعرف هذه الأمور؟ يعرفها بنور القلب وحياته وقوته وصحته وعزمه. نور القلب هو نور الإيمان الذي فيه، بقدر الإيمان الذي في قلبي يكشف عن الحق، يكتشف من ما هي الآفات، يكتشف بسبب النور نور الإيمان من هم قطاع الطرق في الحقيقة. حياة القلب وقوته اللي هي القوة العملية، يبقى النور القوة العلمية المبصرة، أما الحياة والقوة فهي القوة العملية، الإرادة القوية، إنه يكون راغب رغبة عظيمة وعنده إرادة جازمة لا تتردد في السير إلى الله عز وجل. صحته عدم المرض، ما يكونش فيه مرض الشبهات والشهوات، وإلا بالسلامة من الضلال والغي يبصر طريق الحق ويعرف الآفات ويعرف قطاع الطريق. لكن الإنسان عنده شهوة في شيء معين، الشهوة دي اللي هو المرض بقى، تخليه ما يشوفش هذا الأمر الذي يضره أعظم الضرر ويؤذيه أعظم الأذى، يراه جميل جدا زي اللي بيشرب سيجارة كده، إنه مشتهيها ما عنده أعمته عن إيه؟ عن عيوبها. حتى لو عرف عيوبها يفضل، لأنه ما عندوش صحة. القلب اللي عنده شهوة ليس عنده صحة، والقلب اللي عنده شبهة زي صاحب البدعة، تجيب له الأدلة مهما أتيت له بالأدلة ما فيش فايدة، لعدم إيه؟ صحة القلب، لوجود إيه؟ مرض، إما ضلال وإما غي، إما رغبات خبيثة اللي هو الغي، وإما أفكار خبيثة اللي هي الإيه؟ الضلال. العزم، عزم القلب اللي هو الإرادة القوية الجازمة بأنه هو لا بد أن يتم، بخلاف أنه الإنسان يكون ضعيف الهمة، يريد أن يتحرك لكنه متكاسل، يعرف الحق لكنه لا يسير فيه أو يسير ببطء شديد جدا، عايز يتعلم، يتعلم في اليوم نص صفحة وينام بعد كده ويقفل الكتاب بعد شوية وما يحضرش الدرس بعد شوية. تلاقي حاجات كده كتيرة جدا، تلاقي واحد أول ما درس يبدأ مثلا تلاقي ناس كتير جدا جدا جدا، بعد شهر شهرين يبقى إيه؟ بقى النص ماشي. تلاقي الأخ الجزء الأولين من الكتاب، زي مثلا كتاب الطهارة، تلاقي معظم الإخوة قروا كتاب الطهارة. طب كم واحد قرأ كتاب النكاح؟ علشان ما فيش إيه؟ فيش عزم، ما فيش عزيمة قوية بتخلي الإنسان يستمر. وهكذا تلاقي بعد رمضان ناوي يصلي قيام ليل، شوف بعد إيه في النص بين رمضانين إيه اللي يحصل. زي بالضبط كده أول رمضان تلاقي المساجد إيه؟ مليانة، أول شوال إيه اللي بيحصل؟ نتيجة العزم. فبيقول وصحة يعني الإنسان يسير إلى الله والدار الآخرة، القلب يسير إلى الله ويكشف الطريق الحق بالنور اللي هو القوة العلمية والحياة والقوة اللي هي القوة العملية المحركة، والصحة اللي هو السلامة من الأمراض الشبهات والشهوات، العزم الإرادة القوية، وسلامة سمعه وبصره، سلامة سمع القلب وبصره. لأن الإنسان لما يسمع مواعظ القرآن يوم يفهمها ويتدبرها ويستجيب لها، لو إنه ما بيفهمش ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والبصر يبصر به
العبر اللي هي البصيرة التي يميز بها بين الحق والباطل، وغيبة الشواغل والقواطع عنه. غيبة الشواغل والقواطع عنه حاجة أساسية حتى يسير إلى الله عز وجل، لكن لو في حاجة شغلها جامد وفي قطع يقطع عنه الطريق فسوف يمتنع سيره إلى الله. يقول وهذه الخمسة اللي هي التي ذكرها، كثرة الخلطة، كثرة التمني، كثرة التعلق بغير الله، كثرة الشبع، كثرة المنام، وأزيد عليها كثرة الشهوة الجنسية أو فضول هذه الأشياء وفضول الأموال، كثرة التعلق بالمال، ويمكن أن تدخل في التعلق بغير الله. يقول هذه الخمسة تضعف تطفئ نوره وتعور عين بصيرته، تخليها عوراء ما بتشوفش من كل الجهات، وتثقل سمعه إن لم تصمه وتبكته، إن ممكن تجعله أصم لا يسمع الحق، أبكم لا يتكلم به، ونعوذ بالله. وتضعف قواه كلها وتوهن صحته وتفتر عزيمته وتوقف همته وتنكسه إلى ورائه. ومن لا شعور له بهذا فميت القلب، اللي مش حاسس بأثر هذه الأشياء يبقى قلبه ميت. هو أكثر الخلق إلا من رحم الله أهم ماشيين كده مع الدنيا، مش حاسين بأن الحاجات دي كل ما تزيد كل ما تتعب القلب. لا، هو مش منتبه للموضوع، بالعكس ساعات من كتر انقلاب الحال يقول يا سلام لو كان معايا زيادة شوية من الموضوع ده، ده انت كل ما تزيد كل ما هتمرض، كل ما تاكل كتير وما تصومش كل ما يبقى فلوس كتير وتتطلع ليها، كل ما يبقى عمال تنام وما تسمع عمرك ما تصحى تصلي ولا تتعلم ولا تقضي الليلة في طاعة الله، كل ما انت قاعد مع الناس بس، كل الحاجات دي كل ما تضرك ضرر عظيم، كل ما تزيد منها كل ما تتعب. اذا انت مش حاسس فالقضية خطيرة جدا، انتبه ان الحاجات دي بتضر القلب جدا، كل ما تزيد الحاجات دي كل ما القلب يضعف، قوة علمية تضعف وقوة إرادية تضعف أيضا. والناس كلها ماشية شكلهم بشر، لكن الحقيقة إن البشرية مش في الشكل، إنما البشرية في الإيه؟ في القلب. ولذلك الأمور ممكن تبقى شكلها كويس جدا والناس بتتكلم حلو جدا، لكن الحاجات دي هي اللي مالي قلبهم، وممكن تبقى مالي قلبهم مش مالي أيديهم. يعني ممكن يبقى ما معهوش حاجة بالحاجات دي بس قلبه حيموت عليها، فقير وفقير للدنيا برضه. وممكن يكون يعني ما عندوش، زي شاب مثلا غير متزوج وهمه كله في النساء، يبقى لا نال لا في الدنيا ولا قلبه ايه ولا قلبه صحي مثلا يعني. وواحد جعان وعمال يحلم بالاكل، وبين واحد تاني الموضوع ده تخلص منه فعلا، ممكن يكون في ايده ومش في قلبه، ممكن يكون في ايده هذه الاشياء الدنيا في ايده بس هو متخلص منها مش مهتم بيها. فدي حال قلبي، ان الانسان عايز ايه، ماذا يريد، وماذا يرى ويشعر، ماذا يبصر. من لا شعور له بهذا، من لا شعور له بأن هذه الأشياء تثقل سمع القلب، تعور عين بصيرته، تخليه ما يشوفش الصح، تخليه يتخذ قرارات خاطئة، كثرة هذه الأشياء تضعف قوى القلب، توهن صحته، تخلي الأمراض تخش له، تفتر عزيمته، تخلي ما عندوش عزيمة على فعل الطاعة، توقف همته، تنكسه إلى ورائه. اللي ما عندوش شعور بأن هذه الأشياء ترده تفعل في ذلك فميت القلب، وما لجرح بميت إيلام. عشان كده مش حاسس، عمالة الجرح كل يوم يتقطع بسبب الأشياء دي ومفيش فايدة ولا يشعر، فهي عائقة له عن نيل كماله، قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له، وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول إليه، اللي هو القرب من الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله. يا رب ارحمنا يا رب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث لله في غار حراء الليالي ذوات العدد قبل البعثة، ثم بعد البعثة شرع لنا صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في المساجد. هل اختلفت طريقة اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم عما كان عليه؟ وأيهما أفضل في الإصلاح النفس؟
ده سؤال عمره ما يتسأل، ازاي هو في افضل مما شرع الله عز وجل؟ بل ابطل الشرع الاعتكاف في الغيران والكهوف بلا شك. مساجد، مساجد اللي هي القلوب المؤمنين متعلقة بها ما تستحملش تبعد عنها افضل بلا شك. لكنه ده ربنا عز وجل قال الم يريدك يتيما فاوى ووجدك ايه ضالا. فده المقارنة ما بين حال النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوحي وحاله قبل، مع انه كان على التوحيد، بس بالنسبة ربنا قال ايه سماه ضالا قبل ذلك. ليس انه ضال مشرك، لم يكن مشركا صلى الله عليه وسلم قط، لكن ما كانش يعرف، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فبعد ذلك بلا شك المساجد هي البركة. اختلفت طريقته طبعا بلا شك بعد أن تعلم الإيمان وتعلم الكتاب وتعلم ما لم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. وعلى قدر نصيب الإنسان مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مما أوحاه الله من الكتاب والحكمة والعلم، على قدر وجوء أن يجد هذه الأشياء. كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يتجاوز الآية من سورة البقرة حتى يعمل بها ويحفظها، قيل إنه حفظها في 10 سنين. هل تنصح بهذه الطريقة في التعامل مع القرآن؟ فإن هذا مما تفنى فيه الأعمار. بل ننصح بأن يكون هناك ورد للحفظ ويستمر فيه بقوة، وأن يكون هناك ورد للتدبر لا بد منه، ليس أنه يعني يترك ذلك لأجل ذلك. طريقة الصحابة طريقة قوة القلوب والأبدان والأعمال الصالحة والمداومة على العبادة، وكان الواحد منهم لا يتجاوز 10 آيات حتى يعمل بها، ولكن من من الناس له يعني هذه القوة؟ لذلك ننصح بوجود الأمرين. وهناك من الصحابة من جمع القرآن كله في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا حال بعضهم وذاك حال الآخرين. فالذي ننصح به أن يجتهد كل واحد في الحفظ، وفي نفس الوقت يكون له ورد للتدبر خصوصا في الصلاة. استمح الله وبركاته. علاج الإصرار على ذنب معين. الإصرار ده سببه أسباب، هذا الذنب له مقدمات، هذه المقدمات حتى يمتنع الإنسان من الإصرار والوقوف في الذنب مرة ثانية لابد أن ينظر لماذا يقع فيه، من بداية من طريقة التفكير، دي أول مفتاح، طريقة الفكر، حراسة الخواطر، يمنع نفسه من التفكير في مقدمات الذنب. الأسباب اللي تؤدي إلى الوقوع في هذا الذنب، الاختلاط، يعني اختلاط بأهل هذا الذنب، يعني واحد بتاع بيشرب مخدرات عمره ما هيبطل وهو مصاحب بتوع المخدرات، واحد مدمن على الصور عمره ما هيبطل والتلفزيون موجود والنت بيخش عليه عمره ما هيبطل. لازم يمنع الأسباب، زي ما يمنع التفكير أول ما يبدأ معاه، وفي نفس الوقت إيه يمنع الخلطة والتواجد في أماكن الفساد. شغل القلب والعين والأذن وسائر الجوارح بأشياء أخرى، لأن دي هتنظف قلبه تماما. لما تيجي تنام هتقول إيه؟ هتفكر في إيه؟ هتفكر في الواحدة اللي بيحبها ده إذا كان عاشق مثلا، ولا هيقعد يفكر في الأذكار اللي بيقولها؟ لو عرف يفكر في الأذكار اللي بيقولها لغاية ما ينام يعني هينتهي من قلبه ذلك. لكن المشكلة إن هو ساعة ما يجي ينام يقعد يفكر في الإيه؟ في الصورة التي تعلق قلبه بها. فالأسباب دي يقطع الأسباب التي تؤدي إلى الإصرار. يعينه على ذلك الترغيب والترهيب، يقرأ في عقوبة هذا الذنب ويتفكر في حيائه من الله يوم القيامة حين يقف بين يديه فيسأله، يخشى الفضيحة بين يدي الله يوم القيامة وعلى رؤوس الأشهاد وبين الأنبياء والمرسلين، وأن يعلم الناس جميعا أنه صاحب هذا الذنب. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. يقول لما سئلت عن تشئير الحواجب، كان منهم تشكيل الحواجب، قلت يجوز تشكيل الحواجب. هم بيسألوا عن تشقير الحواجب، تشقيرها يعني صبغها. قالوا لي بعد كده ان اول ما الشعرة اللي اتصبغت بيجي لها مية بتقع، فاذا كان الامر كذلك فانا لا اقول به، اللي انا بقول ان جائز التشقير شريشين قفرة اللي هو جعله صبغها بلون اصفر، فانا بقول الصبغ جائز بشرط انها ما يكونش وسيلة لتوقيعها، اللي هتوقعها بهذه الصيغة وتصبح كنامصة
فاللي بيوقعها بالنتف زي اللي بيوقعها بالنورة، النورة اللي هي الكريمات اللي مزيلة للشعر، زي اللي بيوقعها بالحل. اللي إزالة الحواجب لا تزول لا تجوز، أما تلوينها بلون أصفر يخليها مش باينة أنها تخينة بس مجرد صبغ، فالصبغ جائز. ماشي، حتى لو كان يعني ممكن تصبغ جزء من شعرها وما تصبغش جزء تاني. ممكن شاب أبوه يعمل في الضرائب بالعقارية وأمه في بنك زراعي، هل أموالهما حرام؟ طبيعة العمل هتحدد ذلك. وعلى أي الأحوال الذي يعمل في الضرائب يجب أن يكون ناويا أي نوع من الضرائب على التخفيف على المسلمين، قادرا على ذلك، وإلا لم يجز. وأما في البنوك فينظر في طريقة، مع أنه محرم أنه يعمل في البنك، لكن إذا كان في أمر الائتمان اللي هو القروض ذات الفائدة أو الودائع ذات الفائدة فهذا لا يجوز. إذا كان في مجال آخر يبقى يأثم وماله يستحقه. لو كان ماله كل مالهم جميعا حرام يأخذ كفايته إلى أن يستقل بعمل يستطيع منه الكسب. السلام عليكم وبركاته. يقول أكثر كتاب أثر عليه وعلى قلبي كتاب مدارج السالكين الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول السبب لأنه بيتناول قضية مهجورة في حياتنا النهاردة، وهي قضية إصلاح للقلب وعمل القلب، والدنيا بتزداد مادية كل شوية، فعشان الكتاب يتناول هذه الأمور المفقودة يؤثر فينا يعني نهتم به جميعا. شاب في العشرين من عمره والده متوفى، هو الملتزم الوحيد في الأسرة، يستطيع طلب العلم إلا بعض الدروس، لكن المشكلة في البيت لا يستطيع المذاكرة والدروس من التلفاز، والدته لا يعجبها طلب العلم وكثيرا ما تدعو عليه. لا حرج عليه من ذلك، الذي يدعو على من يفعل الحق يدعو بإثم وقطيعة رحم، فهي ظالمة بذلك. لا تعبأ بدعاء ظالم إذا كان الأمر كذلك، واستمر في طلب العلم، وإذا كان الأمر كذلك ذاكر في مكان آخر، ذاكر في المسجد، ابق بين الصلوات في المسجد واستعن بالله عز وجل. وإذا ذهبت ذهبت على نوم، وكن رفيقا بها ولا تغلظ عليها، فربما يكون السبب في كثرة ذلك غلظتك. الله المستعان. هل يستطيع يستقل في المعيشة إذا كان ميسور الحال؟ يمكن أن يستقل إذا كانت النصيحة يعني لا تجدي، وإذا كان له تأثير إيجابي على إخوته الأصغر فليصبر إلى أن يعني يستطيع يعني أن يأخذهم إلى الالتزام. والله المستعان. طلاق الثلاث في لفظ واحد فيه خلاف بين أهل العلم. نعم، الراجح عندي أن طلاق الثلاث بلفظ واحدة، لابد أن تطلق بالثلاثة طلقة واحدة، وأما إذا كرر اللفظ أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن نوى التأكيد فهي واحدة، وإن نوى التأسيس فهي ثلاث. هل القصر مسافة محددة؟ الراجح أنها 9 كيلومترات خارج البلد، بعد ما يسيب آخر بيت من بيوت البلد ب9 كيلومترات اللي هو 3 أميال، لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فرسه خسر الصلاة. مش يبدأ القصر بعد 9 أميال، لا، إذا كانت مسافة التي يسافرها أكثر من 9 أميال، 9 أميال فأكثر 9 كيلومترات اللي هو 3 أميال من بعد العمار. يعني اسكندرية هنا ما يبدأش يحسب مثلا إلا من أبو تلات أو من كيلو 21. لو مستمر يبقى بلد واحدة زي القاهرة، ممكن يمشي في بيوت متصلة من الجيزة للأليوبية، كلها بيوت متصلة تبقى خلاص جوه بلد واحدة، كل دي القاهرة، يبقى ما اسموش مسافر طالما البيوت متصلة. أما إذا انفصلت البيوت وتسمت كل قرية باسم أو كل بلد باسم فهنا ينظر في المسافة بعد آخر بيت. لا، مش ليش دعوة تبع المحافظة التقاسيم الإدارية. يعني إحنا دلوقتي مثلا واحد في كفر الدوار وواحد في الخطبة، الاثنين تبع البحيرة، بس بيسافر مسافة طويلة يبقى مسافر. 21 وابو تلات دول جوه اسكندرية، يمكن ابو تلات تبقى برضه، بس ما نعرفش دلوقتي الحال وضعي. لا، دي سفر طبعا، لانه بيترك البنيان ويبدا بنيان جديد مع كل قريه. مده القصر ملاش مده؟ لا، مده القصر اذا كان عزم على الاقامه اكثر من 21 صلاه فيتم، واذا عزم على اقامه اقل يقصر، واذا لم يعزم اقامه
لم ينوي الإقامة لا يدري متى يسافر يقصر ولو بقي شهورا. ده كلام ابن تيمية، كلام مش مرد إلى غير مرد. اللي بيقول إن هو مرد إلى العرف مرد إلى غير مرد، مرد إلى تفاوت لا يمكن أن ينضبط. وبعدين عندنا حديث، خلاص حديث أنس في صحيح مسلم، إذا كنت على سفر وحضرت الظهر، حضرت الظهر في جماعة، هل يجوز أن أجمع مع العصر؟ نعم، يصلي الظهر 4 والعصر 2. إذا رجعت من سفري قبل دخول وقت العصر لا تصلي العصر مرة ثانية. الدال على الخير كفاعله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير يأخذ كأجر الفاعل، ممكن يأخذ أضعف، لأنه ممكن يكون دال لكذا واحد، ممكن يأخذ على قده. ويكفي السلام عليك. نظر أبوه أن يذبح شاة إذا دخل إحدى الكليات اعتقادا منه أنها تقسم مثل الأضحية، وقد تخرج من كلية ولم يفي أبوه حتى الآن، هل لي أنا أن أفي عنه في حياته رغم مقدرته؟ خذ منه توكيلا وافعل، يوكلك في ذلك في تحلل يعني في وفاء بالنذر ويجوز ذلك. صلى الجمعة في مسجد أوقاف فالإمام قال رد الدعاء ورأي، هل ذلك يبطل الصلاة؟ لا يبطلها، ولكن هذا بدعة محدثة. جاء له مبلغ 1600 دينار كان في البسطة، ماذا يفعل حتى أجعل هذا المال طائرا من الربا؟ كم المبلغ الذي يخرجه؟ وشوفوا قعد كم سنة ويحسب 10% فايدة كل سنة وردوا إلى أصل المبلغ. وانت لو جبت من البسطة قلت لهم التاريخ بتاع الفلوس دي زادت ازاي، هتطلع الزيادات التي اضيفت كفوائد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.